أعلن المجلس الأعلى للصحة تدشين خدمة توفر الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف للمرضى إلكترونيا. وتتيح هذه الخدمة حصول مقدمي الخدمات الصحية والمرضى على البيانات الخاصة بتوافر هذه الأدوية في الصيدليات الخاصة، وذلك بطريقة سهلة وميسرة تسهم في اختصار الوقت والجهد. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومة مملكة البحرين في مجال إعادة هندسة العمليات وتبسيط ومراجعة الإجراءات الإدارية وتطويرها لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية.